مع تصاعد الاشتباكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة، تطرح احتمالات وفرضيات غريبة بأن ينزح الآلاف من الفلسطينيين من غزة إلى الحدود المصرية إذا استمر الصراع. لكن عملية نزوح الفلسطينيين إلى الحدود المصرية وإمكانية تجاوزها إلى داخل سيناء تحمل عدداً من المخاطر والتداعيات والتي لا يمكن أن تقبل بها مصر.